الدنيا الناس جامدين بالشكل ده. دمنا شيتك عامت يا ابن المسطولة. معلش كمل يا عم راجع. كمل ايه؟ مولاه في الحشيش خلاص. هيكون مين غيره عمل كده؟ برضه بتقول هيكون مين؟ بس انا واثق ان الواد ده هيكون من التجار الكبار. ربنا يخليه. ربنا يخليه. اله يكحمه وما اشوفش وشه مرة تانية. يلا طيرت النفسين من دماغي. قوم 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 هات القرشين من هناك. لا في اليومية كلها بتاع امبارح ابن الكلب. يعني ايه بقى؟ يعني فلوسك هتاخدها بكرة بالكتير. ده عنده مبقص على طالما ينفع يا عم راكب. دي فلوس ناس، فلوس ناس يا عالم. هو انا شغال لحسابي؟ ايه تعزمها يابا. ايه حيلك حيلك، بطل الحركات الوسخة بتاعتك دي. انا من امتى كلت عليك فلوس؟ فلوسك هتاخدها بكرة بالكتير. بكرة ليه؟ النهارده اليوم مفترق. هنكسب الماتش والزباين هتونون والنسانيس هتلعب في ايدينا بالعشرة والعشرين والمية. بس انت قول يا رب. ثابت الليونه للقنبله. شاطر ايه عدد زيها ولا ايه؟ نغلب واحد بس. انت اللي جايك؟ مش هتبطلي بقى تشتري من الوكاله بقى؟ اقول لك ايه اللي جابك؟ جاي اجيب لكم الشهريه. في ايه يا حبيبتي؟ بس اختك كتر خيرها جاب لنا الشهريه. كتر خيرها؟ كتر خيرها على ايه؟ على المعونه اللي بتيجي في المحل كل اول الشهر. متشكرين قوي يا ست ناديه، كتر خيرك. بس فلوسك دي ما بقاش ليها اي لازمه بعد ما ريحتنا فعت في الحيط. اهدي بس يا ريهام، ما انا قلت لها تاخدنا معاها والبنايه ما اتاخرتش. لا اتاخرت قوي. ده اللي يسوى واللي ما يسواش بينبط علينا في الرايحه والجايه. يا بنتي بحامي، المخرج بتاعي لسه ما قبضنيش. انا دلوقتي عايشه مع واحده صاحبتي الشقه قد الحق. اول ما يقبضني هاخد فلوس ونمشي من الحته الوسخه دي خالص. المشكله مش في وسخه الحته يا اختي، المشكله في وسختك انت. اي حته هنروح هنبقى ملطشه للي يسوى واللي ما يسواش بسبب عمايلك الوسخه دي. مالها عمايلي؟ عمايلي هي اللي فاتحه البيت ده وبعملها عشان امشيكم من الحته الزباله اللي انتوا قاعدين فيها دي. انت اللي زباله. ما تحترمي نفسك يا بنت. انت فاكره نفسك انت اللي داره واحنا اللي اوسخ؟ على الاقل يا اختي مش بطلع في التلفزيون عريانه وهيج الرجاله.
اوعي اوعي يخرب بيت سنينك هلم ده ازاي يا حزتي يا حزتي يا حزتي يا حزتي هتعمل ايه يا واد بسرعه ليه عندك شيطان هتكسر الدرج اليتيم الحلو اللي قبل في البيت يا واد اوعي الوش يابا يخرب بيت سنينك يخرب بيت اللي جابك في ساعه سيدين لعلمك بقى ال1000 جنيه دول نص اللي بكسبه بالظبط وانا بقى يا حبيبتي ما تقعدي تبكتيني كل شهر والتاني شارك انت في مصروف البيت ما انت بتكسبي زي زيك بالظبط لا ما تقوليش زي زيك لا زي زيك بس انا احسن منك كمان لان نفعكم مش هيقل عنكم عمرك دفعتي مليون في البيت ده طول الوقت ما بتصرفيش غير على نفسك وبس كل يوم والتاني راجع سارق الهدوم والشربات بتاعتك دي واللي يحل لك يتحرم عليا ما انت بتلبسي انت بس تلفي شويه الحلاقين اللي انا بشتغلتهم دول اه قولي كده بقى شويه الهدوم اللي انت هايله ونابته بسببهم دول مش بتوعي يا حبيبتي دول لزوم الشغل ويوم ما هسيب الشغل هرجع لكم بشويه الهلاقين اللي كنت بصلاتهم زي كده بالظبط طب ما دام يا اختي هترجعي لنا بهلاقين والهدوم دي مش بتاعتك والعربيه الكبيره قوي دي مش بتاعتك ما تيجي هنا وتعيش عيشه اهلك ده انت غيرانه بقى انا غير منك انا كنت عايزه بقى زيك كنت بقى ايه انت فاكره يعني ما اعرفش اعمل الحبتين بتوعك دول لا تعرفي وتعرفي كمان تعمليهم كويس قوي بس اللي تعبك بقى انك مش قادره تعملي